العلاقات المصرية الأمريكية، فصل جديد يحمل العديد من أوجه التعاون الثنائي. تطابق في الرؤى بين القاهرة وواشنطن في أزمات الشرق الأوسط. تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ملف على رأس مباحثات السيسي ترامب. حصاد إخباري جديد يأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. ملفات حصادنا اليوم نخصصها كاملة للعلاقات المصرية الأمريكية في ضوء الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن هذه الأيام. قمة مرتقبة منتظرة تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، تعكس الروح الجديدة في مسار العلاقات المصرية الأمريكية ومزيدا من التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الشعبين المصري والأمريكي. وبحسب تصريحات للمسؤول الرفيع المستوى في البيت الأبيض، فإن واشنطن تسعى لاستغلال زيارة السيسي في تطوير العلاقات الثنائية والبناء على أساس العلاقة القوية بين الزعيمين، وذلك منذ لقائهما في نيويورك قبل انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. من البرود إلى الانسجام، تعود العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد جمود دام لسنوات بدأ يذوب منذ ظهور ترامب في المشهد كمرشح رئاسي. برحيل أوباما وتسلم ترامب الحكم، بدأت العلاقات المصرية الأمريكية تستعيد مسارها بعد أن شهدت أعلى درجات الفتور في السنوات الأخيرة. بدأ التوافق في رؤية الإدارتين المصرية والأمريكية منذ اللقاء الأول الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بترامب في نيويورك العام الماضي، وترك انطباعات مشجعة لدى الطرفين، والذين أكد على أهمية التحالف الاستراتيجي بينهما كقوتين ثقيلتين لترسيخ الاستقرار في المنطقة ومن ثم في العالم. ملف محاربة الإرهاب وتثبيت كيانات الدول في مواجهة التطرف المسلح هو الملمح المشترك الأكثر أهمية على أجندة البلدين، وبات هناك تقارب إلى حد بعيد في المنهج الأمثل لمواجهة الإرهاب بحسب رؤية كل من مصر وأمريكا. من هذا المنطلق، فإن ملف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر يحتل الصدارة في مباحثات السيسي وترامب في واشنطن، وبحث إمكانية زيادتها وليس فقط استعادتها بعد أن توقفت من قبل إدارة أوباما، فضلا عن العمل على استئناف المناورات العسكرية بين الجانبين. تحول اللافت أيضا إنتاجات الإدارة الأمريكية الجديدة عبر عنه السناتور تيد كروز عندما تقدم بمشروع قرار للكونغرس بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية. فإدارة ترامب تخالف سابقتها من حيث نفي صفة الإرهاب عن جماعة الإخوان، بل والتعامل معها وتقديم الدعم لها، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تعكير صفو العلاقات المصرية الأمريكية قبل تولي ترامب. وكالعادة يحذو الاقتصاد حذو السياسة، فيتوقع أن يسهم الانفتاح المتبادل بين الطرفين في تمهيد الطريق أمام الاستثمار الأمريكي المباشر لمصر وزيادة التبادل التجاري، الأمر الذي يستوجب العمل داخليا على الصعيد التشريعي لإثراء العلاقات الاقتصادية. صفحة جديدة في تاريخ العلاقات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تتبلور عناوينها وترتسم ملامحها الأساسية بوضوح خلال الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى البيت الأبيض. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد عز العرب، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد، الرئيس السيسي يبدأ زيارة تعقبها زيارات لقادة عرب العاهل الأردنية ومن بعده الرئيس الفلسطيني. ما الذي يريده دونالد ترامب من العرب في هذه المرحلة، وما الذي يريده العرب من الإدارة الأمريكية الجديدة؟ فيما يخص ماذا يريد العرب من الرئيس ترامب، من الواضح أن هناك رغبة من بعض الدول العربية المركزية التي خطت مسار السلام، وتحديدا مصر والأردن، حيث لديها خبرة في التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، سواء مصر خلال حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بزيارته إلى القدس وتوقيع اتفاق كامب ديفيد وصولا إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وكذلك الحال بالنسبة للأردن خلال حكم الملك الحسين بالتوقيع على اتفاق وادي عربة وإنهاء مرحلة الصراع مع إسرائيل منذ عام 1994.
وبالتالي كما أشرت حضرتك من الواضح إلى أن الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الزيارتين سوف يكونان متتابعتان بغرض ثم يلحق بهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بغرض إحياء العملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بعد حالة من الجمود، وهو ما يعود لاعتبارات تتعلق بتعقيدات أوضاع الدول العربية المركزية والتي أخذت على عاتقها السير في هذا الطريق بالتوسط ما بين الفلسطينيين وإسرائيل، وكذلك الحال بالتحديات الأخرى والمهددات الأمنية مثل الإرهاب، بالإضافة إلى أعباء أخرى ملقاة على طرف دكتور الفلسطيني محمد. ذاته نعم. الذي يواجه مشكلات تتعلق بانقسامات داخلية بل حتى انقسامات داخل الفصيل الواحد نعم. وهي السلطة الوطنية الفلسطينية نعم. حتى نستطيع الوقوف على طبيعة نظرة الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية الجديدة للعرب كمرحلة سابقة أو كخطوة سابقة للحديث عن ماذا يريده الطرفان من بعضهما. الإدارة الأمريكية السابقة في علاقاتها مع مصر لم يقل أي من الطرفين لا مصر ولا الولايات المتحدة إن هناك أزمة حقيقية أو خلافات تشوب العلاقات بين البلدين، لكن على ما يبدو أن هناك رؤية جديدة من الإدارة الأمريكية الحالية للإدارة المصرية الحالية، وعلى أساسها يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الزيارة. ما هي أوجه الاختلاف بين نظرتي الإدارتين؟ ما أوجه التشابه أو ماذا؟ أنا أسأل حضرتك عن أوجه الاختلاف بين رؤية الإدارة الأمريكية الحالية لمصر وسابقتها. الفوارق كبيرة للغاية. الإدارة الأمريكية السابقة كانت تعول في أحد الفترات على الحراك الثوري للدفع بجماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة، وكما ترى حضرتك كان رهان تلك الجماعة حتى بعد خروجها على السلطة على المرشحة المنافسة للرئيس الحالي دونالد ترامب وهي هيلاري كلينتون، في حين أن كان هناك موقفا أوليا لدونالد ترامب بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ليس كتيارات سياسية معتدلة وإنما جماعات عنيفة تصل إلى حد وصمها بالمنظمة الإرهابية، وإن كانت أركان إدارته حاولت العودة مرة أخرى ولا زال هناك نقاش مستمر داخل نعم. الإدارة حول جدوى مثل هذا الفعل. الاختلاف الثاني يتعلق بالرؤية فيما يخص التعامل مع الصراعات الداخلية المسلحة. في حالة الإدارة السابقة كانت هناك موقف يغلب عليه التذبذب وعدم إعطاء أولويات رئيسية فيما يخص السياسة الأمريكية، لكن من الواضح أن الإدارة الحالية لديها مواقف محددة، فعلى سبيل المثال هناك موقف مرتبط بأولوية مكافحة الإرهاب أكثر من الإطاحة ببعض الأنظمة السياسية، وهو ما يتضح في حالة الأزمة السورية. النقطة الثالثة أن هناك فارق جوهري يتعلق بالجدوى من مواجهة المهددات الأمنية القادمة من الشرق الأوسط، فعلى سبيل المثال هناك جدوى كبيرة في إدارة ترامب حتى هذه اللحظة في التعامل مع ملف الإرهاب، في حين كانت إدارة أوباما تتعامل معه بالقطعة وبشكل لا يبين أن هناك أكثر من خطوات محددة تتعلق بتشكيل تحالف دوري لمكافحة الإرهاب. نعم دكتور محمد، ربما تكون الأمور أكثر وضوحا لكي نطلق أحكاما سليمة في هذا الإطار. الإدارة الأمريكية الحالية لم يمضي عليها الكثير حتى يمكن القول بأن هناك حكما مستقرا يمكن على أساسه الحديث عن نمو علاقات عربية أمريكية نعم. أو مصرية أمريكية. شكرا جزيلا لك على أي حال الدكتور محمد عز العرب خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، شكرا جزيلا لك. ولمزيد من تسليط الضوء أكثر وإثراء الحديث حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، ينضم معنا مباشرة اللواء محمد مختار قنديل الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك سيادة اللواء. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا.
بداية سيادة اللواء، في ضوء هذه الزيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، نريد أن نبدأ معك الحديث عن هذه العلاقات الأمريكية المصرية التي شبه بعض الفطور لفترات زمنية محددة، ولكنها نرى الآن تعود بوصلة العلاقات الثنائية بين البلدين من جديد. قبل أن نبدأ الحديث معك عن هذه الزيارة والنتائج المحتملة لها، نريد أن نتحدث عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الفطور في الفترة السابقة. وحضرتك يعني الولايات المتحدة دولة عظمى، ومصر دولة عريقة ولها حضارة ودولة قوية ودولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية. بعض الإدارات الأمريكية كانت بتحاول إخضاع الإرادة المصرية أو السيطرة على مصر وجعلها تابعة. فالقيادة المصرية دايما في كل عصورها كانت بتحاول الاستقلال، يبقى لنا رأي ولنا استقلال، وكنا بنتعاون مع الإدارة الأمريكية إذا تعاونت معانا، والند للند أو باحترام يعني دون إملاء شروط أو فرض آراءها علينا. وبالتالي كان بيحصل فتور وبيحصل ساعات تحسن في العلاقات وإصلاح بين الأمور بين الدولتين. يعني في الفترة الأخيرة إدارة أوباما كانت بتؤيد الحكم الإسلامي، كانت متصورة أن الإخوان المسلمين حكم إسلامي معتدل، وبالتالي كانت بتؤيد إخوان المسلمين وبتشجعهم. حتى أوباما ما جه مصر قبل كده وخطف جامعة القاهرة كان واضح من كلامه أنه بيشجع هذا الاتجاه يعني. فطبعا مصر والجيش المصري والشعب المصري رفض سيطرة الإخوان. عذرا سيادة اللواء، تتحدث الإسلامي عن أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت تعتقد بأن حكم الإخوان المسلمين يعني حكم معتدل كما ذكرت منذ قليل. هل كانت الإدارة الأمريكية تعتقد فقط أو هذه المعطيات التي لديها، أم أنها كانت على دراية كاملة بحقيقة هذه الجماعات ولكن هناك مصالح مشتركة تجمعهم؟ يا حضرتك الإدارة الأمريكية يعني بعد أحداث 11 سبتمبر وبرج التجارة العالمي والنسف اللي حصل في هذا العمل الإرهابي الكبير على أمريكا، فابتدوا يفكروا يقولوا طب احنا يعني لو الجماعات الإسلامية أو الحكم الإسلامي تمكن من الدول العربية يمكن ده يمتص بعض الغضب من الجماعات المتطرفة. وطبعا كانت نظرية غير صحيحة يعني. يعني أنا رأي ناس بتعمل أعمال إرهابية أو ما أجيب ناس زيهم أو موالين ليهم أو بيدعموهم، فكان برضو خطأ من الإدارة الأمريكية. كان من ضمن هذه الأخطاء سيادة اللواء، كان من ضمن هذه الأخطاء في الإدارة السابقة وتحديدا إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما السابق تجميد المساعدات العسكرية لمصر. يعني سيادة اللواء، أنتم يعني خبير عسكري واستراتيجي، هل تتوقع أن هذا التجميد سوف يزول في الفترة القادمة وتحديدا بعد توطيد العلاقات أو عودة توطيد العلاقات المصرية الأمريكية من جديد؟ طبعا انا اتوقع ان تعود المساعدات العسكريه الامريكيه لان دي تبع معاهده السلام. يعني ده التزام امريكي وضمان لمعاهده السلام والعلاقات بين مصر واسرائيل، وامريكا ضامنه لمعاهده السلام فهترجع المساعدات يعني، وهم قالوا هذا الكلام يعني. الحاجه اللي اهم من المساعدات ان احنا بنعمل صيانه مثلا لبعض الطيارات الاباتشي، كانوا بياخدوها يركنوها وما يبعتوهاش، والاباتشي دي كانت بتحارب الارهاب في سيناء. يعني كنا في موقف حرج يعني، انا عايز طيارات عشان احارب الارهاب وهم حاجزين الطيارات عندهم، بعض قطع الغيار وبعض الذخائر وبعض 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 كان كله محجوب عن مصر. النهارده اذا كان ترامب بيقول انا عايز احارب الارهاب وبايد مصر في محاربه الارهاب، انا ليا طلبات، اقول له انا عايز مثلا عربيات معينه، عايز ذخيره معينه، عايز معلومات من امريكا، يعني ممكن احصل على حاجات كتيره من امريكا تساعدني في عمليه القضاء تماما على الارهاب في مصر، ومش في مصر بس، وفي ليبيا وفي كل الدول اللي بتؤثر على الأمن القومي للدول العربية وعلى الشرق الأوسط وعلى مصر.
نعم سيادة اللواء، الحديث عن هذه الطائرات أو طائرات الأباتشي تحديدا التي يعني كان من خلالها جرى العديد من المواجهات، يعني الولايات المتحدة الأمريكية الآن نعتقد أو كما يرى البعض بأنها يعني لاحظت الفرق فيما بين الفترة السابقة والفترة الحالية، والمجهود الكبير الذي تقوم به مصر من أجل مكافحة الإرهاب وتحديدا في شبه جزيرة سيناء، واستخدام هذه الطائرات أو طائرات الأباتشي التي تحدثت عنها منذ قليل. إذن سيكون هناك ما أو ماذا عن طبيعة مطالب مصر الآن أو الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في إطار هذه المعاهدة التي تعهدت بها الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال هذه المسيرة لمكافحة الإرهاب وتحديدا في جزيرة سيناء، شبه جزيرة سيناء؟ وحضرتك يعني أهم عامل في محاربة الإرهاب هو الحصول على معلومات تفصيلية ودقيقة عن الجماعات الإرهابية ومصادر تمويلها، مصادر تمويلها بالسلاح وبالذخيرة وبالأموال والرجال. كل الأمور دي أعتقد أن الولايات المتحدة عندها معلومات، لأنها المخابرات الأمريكية بتتصل بمخابرات كثيرة في العالم وبتحصل على معلومات إن شاء الله من إسرائيل حتى أو من الدول العربية. يعني أنا ممكن أستفيد من كل المعلومات، أقمار الصناعية، وسائل التصنت بتاعتها على أجهزة الاتصال اللاسلكي أو التليفونات المحمولة. أمريكا عندها إمكانيات كبيرة جدا تكنولوجية ممكن أنا أستفيد بيها. وزي ما حضرتك شفت من يومين مثلا عملية الضربة الجوية لجبل الكهوف والمغارات في جبل الحلال، لأن جبل الحلال ده يعتبر مركز قيادة لأنصار بيت المقدس، وعبارة عن منطقة إدارية ومنطقة فنية وفيها إمداد كتير جدا. ويعني فكل ده القوات الجوية اللي بتطول الحاجات دي، يعني هي اللي بتطلع تضرب تقفل المغارات تقفل الكهوف، وممكن تضرب العربيات وهي ماشيه على الطريق. فالقوات الجويه لها دور كبير جدا في مقاومه الارهاب. نعم سياده اللواء، الحديث ايضا بالاضافه عن... نعم تفضل سياده اللواء. يعني حضرتك برضو في قنابل مثلا انفجارية يعني من زمان موجودة يعني حتى في إسرائيل، إن ممكن تضرب القنبلة تدمر التحصينات. يعني القنابل دي لو القيت على الكهوف والمغارات ممكن تطربقها على اللي فيها. يعني في حاجات كتيرة جدا لدى أمريكا، دولة أكبر دولة متقدمة في التكنولوجيا السلاح، فممكن نستفيد من إمكانياتها وتساعدنا يعني، وحقنا أنها تساعدنا لأن إحنا بنحارب الإرهاب معاهم. لأن الإرهاب لو قضينا عليه في مصر وفي المنطقة مش هيطول أمريكا. يعني فهم مصلحتهم مساعدة مصر والوقوف بجنبها، ومصر كموقع استراتيجي وكقوة عسكرية دلوقتي كبيرة في المنطقة. احنا عندنا اسطول في البحر الأبيض واسطول في البحر الأحمر، وحضرتك قناة السويس بالنسبة لهم حياتهم في قناة السويس. المراكب العسكرية الأمريكية راحة جاية بتعدي قناة السويس وبتاخد أسبقية في العبور في القناة. نعم. يعني مصر بالنسبة لهم يعني مهمة جدا. الحديث عن هذه الزيارة أيضا من البعد السياسي ليس فقط العسكري والاستراتيجي، البعض يرى أن هذه الزيارة ليست تمثيلا فقط لجمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنما إذا نظرنا لها بنظرة أعمق وأبعد هي تمثل زيارة لجميع الدول العربية قبيل الزيارات الأخرى التي سوف تعقبه بعد ذلك. هل تتفق مع هذا الرأي أم لا، على اعتبار أن مصر تمثل أو تقوم بدورا محوريا وأيضا استراتيجيا في المنطقة أو منطقة الدول العربية تحديدا؟ هو حضرتك يا سيادة الرئيس السيسي إن شاء الله ما اجتمع بكرة مع الرئيس ترامب، يعني بيبسط له وبيشرح له الموقف العربي. يعني لأن الرئيس السيسي ملم بالموقف الأمن العربي وعمليات الإرهاب في الدول العربية واللي بيحصل في سوريا وفي العراق وفي ليبيا في اليمن، بيشرح له بالتفصيل الموقف بحيث ما أي حد من العرب يجتمع بعد كده بيلاقي نفس الكلام. يعني احنا بنتكلم بلغة واحدة. من ناحية سياسية برضو أنا ليه رأي في الموضوع ده، أن النهاردة تركيا كانت الحليف الرئيسي لأمريكا في المنطقة. تركيا النهاردة ابتدت تنحاز لروسيا وضد أمريكا، لأن روسيا في أوكرانيا وفي سوريا واخد بال حضرتك. فتركيا ابتدت تروح مع روسيا، إيران فيها مشاكل مع أمريكا. مين الدولة الكبيرة اللي في المنطقة اللي ممكن تدعم المصالح الأمريكية وتساعدها؟ هي مصر. فده حاجة يعني. وبعدين في أمريكا برضو بتعمل في حساباتها
ان احنا ان هي لو لم تقف بجانب مصر، ممكن مصر طبعا وده مش هيحصل، ممكن مصر تبقى يعني بتستعين بروسيا. نعم. طب ما امريكا مش عايزه روسيا تتمدد في المنطقه، يعني روسيا كفايه عليها سوريا دلوقتي. نعم. هل الامريكان هيستنى اما روسيا كمان تيجي مصر؟ ما مش هيحصل. الحديث سيادة اللواء عن دور مصر المحوري والريادي، إذا هناك ملف هام جدا وهو من الملفات الهامة التي قد تم مناقشتها أيضا في القمة العربية في دورتها 28، وهي ملف القضية الفلسطينية. هناك يعني بعض الأمور التي حدثت في الفترة الماضية أو تغيير في وجهات النظر، يعني كما صرح الرئيس ترامب منذ فترة طويلة أو منذ فترة ليست بالطويلة بأن حل الدولتين ليس هو الأساس، ولكن بعد ذلك تم تغيير وجهة النظر من جديد. هناك بعض الأنباء تقول أن كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن الرئيس الأمريكي طلب منه تحضير حزمة للنوايا الحسنة تجاه السلطة الفلسطينية، وذلك وفقا لصحيفة هارتس الإسرائيلية، إذا كنت قد تابعت هذه الأنباء الأخيرة. هل من ثمة ارتباط سيادة اللواء بين هذا المطلب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نتنياهو قبيل بدء المباحثات بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي أم لا؟ وحضرتك يعني الرئيس ترامب يعني يمكن كان حديث شوية على السياسة الدولية أو على مشاكل الشرق الأوسط. نعم. وهو الكسبين يوم وكم يوم اللي قضاهم في الحكم لغاية دلوقتي، هو رجل يعني الله يكون في عونه، يعني بيتحسس طريقه. يعني بيسمع كلام من إسرائيل وبيسمع كلام من العرب، فهو بيتحسس الطريق وبيشوف إيه الأفضل أو إيه اللي يحل المشكلة. يعني هو عنده نية أنه يحقق سلام، يحقق. مرة قال ما الدولتين ده صعب، ورجع قال حل الدولتين. فهو الراجل بيتحسس طريقه، وبعدين اللي هيدله اللي ان شاء الله هيدله على الطريق اللي ممكن يحقق السلام الحقيقي هو الرئيس السيسي. هيقول له ان ما حلناش القضية الفلسطينية، لو ما عملناش وطن قومي او دولة للفلسطينيين هيبقى الارهاب هيستمر. إذا نأمل بالفعل سيادة اللواء أن تكون هذه الزيارة تحقق الكثير من الرؤية الواضحة والكاملة والشاملة للعديد من القضايا، وتحديدا القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب. نشكر سيادة اللواء محمد مختار قنديل الخبير العسكري والاستراتيجي، نشكرك جزيل الشكر. إذا مشاهدينا الكرام متواصلون معكم، ولكن بعد فاصل قصير. تطابق في الرؤى بين القاهرة وواشنطن في أزمات الشرق الأوسط. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد. أهلا بحضراتكم. سياسات مختلفة بين إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس السابق باراك أوباما، تتغير معها بوصلة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، وبخاصة ملفات الإرهاب والأزمة السورية والقضية الفلسطينية. أوجه عدة يختلف فيها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب عن سابقه باراك أوباما. قضايا الشرق الأوسط المشتعل دائما تعد أحد الجوانب التي يتجلى فيها هذا الاختلاف. ترامب الذي تستهدف سياسته في سوريا بشكل رئيسي محاربة الجماعات المسلحة، لا سيما تنظيم داعش، لا يبدي التعنت نفسه الذي كان يبديه أوباما بشأن رحيل الأسد وطرحه كسيناريو وحيد لحل الأزمة. في السياق نفسه تعاد ترامب بإقامة مناطق آمنة في سوريا، فحسب رؤيته هي حل لاستيعاب اللاجئين وتوفير الحماية للمدنيين، وهو الأمر الذي تجنبه أوباما من قبل خشية التورط البري على الأراضي السورية. وعقب شهر من تولي ترامب الرئاسة، أعلنت فصائل بالمعارضة السورية تجميد المساعدات المالية والعسكرية التي تنسقها المخابرات الأمريكية لدعم المعارضة. على الصعيد الفلسطيني، فالتبدل في السياسة الأمريكية لم يتبلور بعد، وإن كان ترامب يجنح إلى إشراك الجانب الفلسطيني في أحداث عملية السلام والتأكيد على فعالية حل الدولتين. كما حذرت إدارة ترامب من أن خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة قد تعرقل عملية السلام. بشكل عام تتغير بوصلة السياسة الأمريكية فيما يخص قضايا المنطقة في اتجاه يقترب أكثر إلى الرؤية المصرية التي تنتهج مبدأ الحلول السياسية والدبلوماسية بين الفرقاء لإيجاد حلول سلمية تدعم استقرار المنطقة، وهو ما يضاعف من أهمية اللقاء بين الرئيس السيسي والنظير الأمريكي ويرفع حالة الترقب لمخرجاته. محللون ومراقبون كثر يتساءلون ما إذا كان تحول دفة السياسة الأمريكية عقب وصول ترامب إلى البيت الأبيض خلفا لأوباما سينعكس على تغيير الأوضاع في الشرق الأوسط،
والمساهمة في إيجاد حلول لأزماته المزمنة. ولمزيد أيضا من التفاصيل حول زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، ينضم معنا عبر الهاتف السيد هاشم كريم، عضو الهيئة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي. مرحبا بك سيد الكريم. أهلا يا فندم. سيد هاشم، البعض يرى أن هذه القمة تلقب أو تسمى بقمة تصحيح المسار المصرية الأمريكية، كيف ترى هذه القمة؟ هو في الواقع يعتبر تعبير صادق، هذا التعبير أو هذا التعريف على العلاقة بعد الجمود في الفترة السابقة. كما تعلمين لم يقم أي رئيس أمريكي بزيارة، أي رئيس مصري لزيارة رسمية لأمريكا من سنة 2004، بالإضافة إلى مواقف للأسف الشديد أوباما في الفترة الماضية من محاولة مساعدة التيرورست إذا سميتهم أو الإخوان المسلمين وإلى آخره، وما تم في سوريا وليبيا. فأعتقد أن النظرة الحالية بالنسبة للسياسة الأمريكية تغيرت بعد وجد فشل السياسة الأمريكية السابقة في وجود أي تقدم أو مخطط لهم، كما كان يقول جورج بوش سابقا الشرق الأوسط الكبير. وبالتالي السبب الآخر، وجدوا أن في الرئيس السيسي قيادة قوية وطنية، يعني ترغب فعلا في القيام ببناء الدولة المصرية وبوجود علاقات قوية مع الجميع وعلى قدم المساواة. إذن نستطيع القول، نعم سيد هاشم، بأن يعني بوصلة نظرة العلاقات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط قد تغيرت في الفترة الأخيرة، ليست فقط هذا التغير تجاه مصر فقط. هي تغيرت الفترة الأخيرة، ولكن من في الشرق الأوسط يستطيع أن يظهر هذا التغير؟ للأسف الشديد معظم الدول العربية كما تعلمين، ولكن هو الدولة الوحيدة الموجودة حاليا التي يمكن الاعتماد عليها يعني وتكون دولة صديقة ولها دور فعال هي مصر على جميع المستويات العربية، بصرف النظر عن من هو غني ومن هو فقير. وبالتالي كانت هناك نظرة أن مصر فعلا هي التي يجب أن نتعامل معها على هذا المبدأ. ثانيا، فقدت الولايات المتحدة الكثير من وجودها في الشرق الأوسط بعد حرب اليمن والعراق وحرب ليبيا وإلى آخره، ولم تضح الصورة واضحة، بل بالعكس بدأ التقدم الروسي يظهر على المنطقة، ويظهر أن هناك قوة روسية فعالة لها تأثير كبير ولها ضغط على المنطقة وقد يكون لها الأولوية. إذن يعني هذا الظهور الروسي في الساحة الدولية والعربية تحديدا سيد الكريم، هو من غير وجهة النظر الأمريكية أو من أحد العوامل التي أعادت التوازن من جديد في المنطقة العربية؟ بالطبع بالطبع، لأن للأسف الشديد إذا نظرنا للواقع لا تجد وجود فعال للسياسة الأمريكية في المنطقة. حتى في سوريا بدأت يعني تنحصر بكل الوسائل، وأصبحت الأمور ينظر إليها على أنه ليس هناك دولة قوية تستطيع أن تقف وراء هؤلاء الناس. وبالتالي يعني أصبحت الصورة متغيرة تماما. وجود ترامب النهاردة، وأعتقد بعض الدراسة اللي إذا كان مجلس الأمن الأمريكي قام بيها، أن مصر فعلا القوة القادرة والفعالة في المنطقة، ومش كده وبس، وهي المدخل أصلا لأفريقيا. سيد هاشم، أخيرا في عجالة، يعني أنتم عضو الهيئة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي، المفترض أن هناك يعني في أعضاء بالحزب الجمهوري يسعون بشكل أو بآخر لتمرير قانون بالكونغرس يهدف لمحاسبة جماعة الإخوان المسلمين والحرس الثوري الإيراني باعتبارهما جهتان تحرضان على التطرف في عجالة. آخر الأنباء حول هذا القانون الذي يراد يعني تمريره في الفترة القادمة. هناك الكثير حوله، ولكن أعتقد أنه لن يمر في الكونغرس الأمريكي. نعم. هناك ضغوط نعم. كثيرة ومن جهات أخرى. نعم سيد هاشم، نشكرك جزيل الشكر وعذرا لضيق الوقت. سيد هاشم كريم، عضو الهيئة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي، نشكرك جزيل الشكر. قرارات وتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضع الشرق الأوسط على رأس أولوياته، وخاصة ملفات العراق وسوريا واليمن وربما القضية الفلسطينية التي أظهر فيها ترامب تباينا ملحوظا عن سياسة سلفه باراك أوباما.
على الهواء مباشرة الآن ينضم إلينا الدكتور مختار غباشي، نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار، لم يعرف يوما أن السياسة الثنائية بين دولتين ما تقوم على أهداف من ابتغاء مرضات الله، وإنما على أسس من المصلحية، والولايات المتحدة الأمريكية رائدة في البراغماتية والذرائعية. ما الذي تريده مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية من مصر في هذه المرحلة؟ يعني بالتأكيد أنت تتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وبداية بناء جديد للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، ونحن نسأل ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من مصر، وماذا تريد مصر من الولايات المتحدة الأمريكية بالتوازي. نعم. بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تريد من مصر أن تكون عنصر مشارك مهم جدا في مسألة مكافحة الإرهاب الموجود في المنطقة. من الممكن أن توكل الولايات المتحدة الأمريكية لمصر دور في مسألة حل القضية الفلسطينية أو إحياء القضية الفلسطينية أو بداية طرح مفاوضات بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، قد يكون هذا الأمر مطروح. من الممكن أن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر بتعزيز علاقتها بمصر تضمن شكل من أشكال غل التمدد الروسي اللي بدأ ينجذب إلى كثير جدا من قضايا المنطقة، وجد على الساحة السورية واستطاع أن يقلب الموازين هناك، موجود على الساحة الليبية بحكم العلاقة الخاصة اللي بين روسيا وبين القائد العسكري خليفة حفتر أو قائد الجيش الليبي، موجود داخل الساحة اليمنية، وتقريبا الأوراق أو البنكنوت اليمني بيتم طبعه في روسيا. روسيا استدعت الفرقاء الفلسطينيين فتح وحماس وحاولت تقوم بدور توفيقي بينهما في موسكو، فدي كلها أمور تخلي الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة أو بأخرى تكون حذرة من هذا التمدد، وتبدأ تاخد مصر في الاتجاه الخاص بها بحكم بداية علاقات ما بين الطرفين، بحكم بناء علاقات جديدة، بحكم نعم. المصالح الاستراتيجية أو الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. طيب دكتور مختار، إذا كنت حضرتك ترى أن المسألة في طور إعادة صياغة العلاقات من جديد بين القاهرة وواشنطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة موجها هذه الرسالة لأكثر من طرف، دافع عن استقلالية القرار المصري وسيادته، وقال أن محددات القرار المصري إنما هي المصلحة الوطنية، والمصلحة الوطنية بمفهومها الشامل حتى وإن امتدت إلى مصالح الرفاق وأهل الجوار وما إلى ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية أيا كانت إدارتها، جمهورية كانت أو ديمقراطية لأوباما ولا لدونالد ترامب، تريد في منطقة ما وتحديدا في الشرق الأوسط شريك ولا وكيل حتى نستطيع الحكم بعد ذلك على قابلية الإدارة المصرية في تلقي هذا الدور؟ خلينا أقول لك بصراحة مطلقة، الولايات المتحدة الأمريكية تريد وكيل، مفيش كلام فيها، وبدرجة أو بأخرى قد تريد شريك ليها في إدارة جزء كبير جدا من قضايا المنطقة، مفيش كلام. والولايات المتحدة الأمريكية لن تعطيك شيء بلا مقابل، خلينا نتفق. إذا كنت نحن في مصر راغبين في الحفاظ على المساعدات العسكرية اللي بتأتينا من الولايات المتحدة الأمريكية، أو نريد أن نحافظ على سقف العلاقات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، أو نطمع في المزيد من الولايات المتحدة الأمريكية، هيكون هناك مقابل لده، لا جدل في ذلك. دي جزئية مهمة جدا في سياسة أو علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر أو بأي دولة موجودة في المنطقة. كذلك علاقة روسيا، إذا أرادت روسيا أتت إلى الساحة السورية، دخلت بقاعدة طرطوس، والآن هناك قاعدة الموجودة في ميناء طرطوس، هناك قاعدة الموجودة في مدينة حميمم، هناك القاعدة الموجودة في مدينة الكامشلي، وأبرمت اتفاقيات طويلة الأمد بينها وبين النظام السياسي في سوريا. فأنت بشكل أو بآخر عندما تتعامل مع قوة كبيرة أو قوة دولية كبيرة لها مصالح ولها مطامع كثيرة جدا في هذه المنطقة، لن تعطيك شيء بلا مقابل. هي المسألة في الأول وفي الآخر بترتبط بقدرتك على ترويض القوى الكبيرة بحكم مصلحتك، وبدرجة أو بأخرى تحقق مكاسب في يعني أمام المكاسب اللي تريد أن تحققها القوى العظمى أو القوى الكبيرة، مفيش كلام فيها. نحن دولة نريد أن نحافظ على استقلالية قرارنا، نعم. نحن دولة بدرجة أو بأخرى نريد أن نمتلك إرادة حرة،
لكن وأنت تتعامل مع قوة كبيرة وتريد شكل من أشكال المساعدات، إذا كانت اقتصادية أو إذا كانت سياسية أو إذا كانت عسكرية أو غيره، بالتأكيد هيكون هناك طلبات من الجانب المصري. نعم دكتور مختار، طالما أن حضرتك ذكرت روسيا القطب الآخر، إذا افترضنا أنه لا يزال يحتفظ بهذه الصفة، العرب كثيرا على مدى عقود خلت كان يتعامل مع روسيا باعتبارها أداة المناكفة أو المماحكة في الإدارات الأمريكية المتعاقبة، سنذهب إلى الروس كي نستميل الأمريكان مرة ثانية إلى حظيرتنا. لكن على ما بدأ خلال الخمس سنوات الأخيرة فالعلاقة العربية الروسية تذهب ربما إلى إطار أكثر رصانة ووقارا، هناك اتفاقات تعاون عسكري بين مصر وروسيا، بين دول عربية عدة وروسيا، هناك تنسيق في أكثر من زاوية يجعل العلاقة أكثر رصانة ووقارا وجدية. كيف يمكن صياغة العلاقات المصرية الأمريكية والعربية الأمريكية في ضوء هذا التنامي الملحوظ في العلاقات العربية الروسية إن كان ذلك صحيحا؟ شوف يعني وجهة نظري انه روسيا هي وريث الاتحاد السوفيتي، خلينا نفرق بين روسيا كدولة وبين الاتحاد السوفيتي القديم اللي كان بيضم كثير جدا من الجمهوريات الموجودة في رحاب روسيا او موجودة في رحاب الاتحاد السوفيتي، وذهبت الان جزء منها ذهب كأعضاء في حلف الناتو وجزء اخر ذهب الى العالم الغربي او الاتحاد الاوروبي، والولايات المتحدة الامريكية ما زالت تصارع في الجزء المتبقي وعلى رأسه اوكرانيا، وجزء من تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا تحديدا هي اوكرانيا ومسألة ضم شبه جزيرة القرم او غيره. الجزئية الثانية ودي جزئية هامة جدا، شفنا انه برغم خصوصية العلاقة او برغم بناء علاقة جديدة بيننا وبين روسيا باندفاع من الطرفين، الا ان روسيا ما زالت حتى هذا التاريخ تعطل مسألة السياحة الخاصة بالروسية وتساوم الجانب المصري على امور لا نريد ان نتحدث فيها. فالوضع ده الى حد كبير جدا ما تقدرش انك انت تبني على هذه العلاقة علاقة مع الولايات المتحدة الامريكية، او تقول انا هذهب الى الجانب الروسي لاغراء الولايات المتحدة الامريكية بانها تحافظ على متانة العلاقة بينها وبين مصر او متانة العلاقة بينها وبين العالم العربي بشكل اكثر واقعية. ايضا لو احنا خدنا 22 دولة العرب لن يكونوا طرفا مؤثرا، لا ناقة لهم ولا القراءة المتأنية، لا ناقة لهم ولا جمل في الحديث عن هذه الاحداث، عن شبه جزيرة القرم، ان احنا نكون عند مبدأ واحد، لا عن شبه جزيرة القرم ولا عن دونباس، كيف نبني علاقات خاصة داخل العالم العربي بشكل نحافظ فيها على أمننا القومي، بشكل نحافظ فيها على مواردنا، وبدرجة أو بأخرى نبني علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية والقوى الدولية. ليست الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فقط، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في جانب، وتركيا وإيران في جانب آخر باعتبارهم قوى إقليمية محيطة بالعالم العربي. يعني هو البعض يقول أنه ما كان لروسيا أن تتمدد في كل النماذج التي ذكرتها حضرتك إلا بضوء أخضر أو بتوافقات وتفاهمات ضمنية بين واشنطن وموسكو، لكن كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية لحجم التفاهمات إذا جاز التعبير العربي الروسي، إذا كان هناك أيضا نقاط خلاف عربية روسية كما ذكرت حضرتك بعض الأمثلة لها، هل ستنظر بارتياح ولا ربما تحاول استمالة العناصر العربية الذاهبة إلى روسيا؟ لا بالتأكيد، وأنت في مرحلة منافسة أو مرحلة صراع للسيطرة على مقدرات المنطقة، هي دي المنطقة الوحيدة اللي في العالم جاهزة بدرجة أو بأخرى للسيطرة على مقدراتها، مفيش كلام فيها، وأنت في هذا الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا بالتأكيد هيكون في شكل من أشكال الصراع، من هو الأكثر قدرة على السيطرة على هذه الدول، من هو الأكثر قدرة على جذب هذه الدول إليه. ويكفينا أن نعلم أن حجم الاستثمارات السعودية والخليجية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي دارعت 3 تريليون دولار، وكلنا ندرك الجدل اللي دار كثير جدا بين المملكة العربية السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية فيما هو مرتبط بقانون جاستا وحجم الودائع السعودية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ويكفي ان المملكة العربية السعودية وحدها لها 96 مليار دولار و500 مليون دولار داخل وزارة الخزانة الأمريكية، خاضعة لوزارة الخزانة الأمريكية. مش ممكن وتتحدث عن دولة تنتج تلت الأوبك و45% من إنتاج النفط العالمي موجود في منطقة الخليج وفي 8 قواعد عسكرية منتشرة فيه، والولايات المتحدة ربما هذه دكتور مختار حسب ما يراها البعض بطاقات يمكن المناورة بها أو استعمالها من قبل الإدارة الأمريكية في قضايا أخرى. أنا أشكرك على أي حال، شكرا جزيلا لك دكتور مختار غباشي نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية منضما إلينا على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك. متواصلون مع حضراتكم في ملفات حصادنا وفيه بعد فاصل قصير. تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ملف على رأس مباحثات السيسي وترامب.
مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد. اهلا بحضراتكم. لازلنا مع ملف العلاقات المصريه الامريكيه، حيث يرى البعض ان زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الولايات المتحده الامريكيه تعد خطوه مهمه لتعزيز علاقات الشراكه الاقتصاديه والاستثماريه وتبادل المصالح المشتركه بين البلدين. مصر تعد أكبر شريك استثماري للولايات المتحدة الأمريكية في القارة الإفريقية، وثاني أكبر شريك في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد الإمارات العربية المتحدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وعلى هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذه الزيارة المهمة في شقها السياسي والاقتصادي، نتحدث اليوم عن العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا. نرصد مع حضراتكم مؤشرات التجارة بين مصر وأمريكا وتطور حجم وقيمة الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية وحجم الاستثمارات الأمريكية في مصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بين مصر والولايات المتحدة حوالي 5 مليارات دولار خلال الفترة من يناير يوليو 2016 وفق إحصاءات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. تعد مصر أكبر شريك استثماري لأمريكا في إفريقيا، وهي أيضا ثاني أكبر شريك في الشرق الأوسط بعد الإمارات العربية في عام 2015، حيث بلغت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر نحو 33% من إجمالي تلك الاستثمارات. هنا على شاشة العرض الصادرات المصرية إلى أمريكا. فيما يتعلق بالصادرات المصرية إلى أمريكا، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2016 كما ذكرنا 930 مليون دولار، من بينها 154 مليون دولار صادرات بترولية، فضلا عن 776 مليون دولار صادرات غير بترولية مثل الملابس الجاهزة والسجاد والمنتجات الورقية والمفروشات كما نرى. أيضا هنا الواردات المصرية من أمريكا، على مستوى هذه الواردات فقد احتلت مصر المركز 49 ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية خلال يناير إلى يوليو 2016، وتمثلت أهم هذه الواردات في الذرة الصفراء، في القمح، أيضا فول الصويا. بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 1.2 مليار دولار بانخفاض بلغ 20%، حيث استوردت مصر طائرات ودبابات فضلا عن إلكترونيات ومحاصيل زراعية. أما عن الاستثمارات الأمريكية في مصر، على مستوى هذه الاستثمارات في مصر نجد أن الولايات المتحدة تحتل المركز العاشر من حيث الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغت قيمة المساهمة الأمريكية في الشركات في مصر نحو 23.7 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة نحو 1221 شركة. تتوزع الاستثمارات الأمريكية على عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث تحتل الصناعة المركز الأول بنسبة 38.2%، يليها القطاع المالي بنسبة 35.3%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 18.1%، ثم المقاولات والإنشاءات بنسبة 4.2%، وتتوزع النسبة الباقية على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا للعلاقات التجارية بين مصر وأمريكا على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمريكا. شكرا لحضراتكم وعودة إلى سياق النشرة. وفي تصريحات له من واشنطن، أكد طارق قبيل وزير التجارة والصناعة على أهمية العلاقة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية كشريكين تجمعهما المصالح المشتركة. قبيل أشار أيضا إلى ضرورة خلق مناخ استثماري إيجابي يعمل على جذب الاستثمارات الأمريكية المباشرة في السوق المصري. أمريكا مهمة لمصر، وبرضه مصر مهمة لأمريكا، دي برضه لازم احنا نبقى عارفين العملية كلها
من الناحيتين. مصر دولة محورية كبيرة جدا في الشرق الأوسط، قعدنا اتزنا في خلال الفترة اللي فاتت، بنينا بنية تحتية وبدأنا نتحرك في الاتجاه الصح. دولة لها وزنها اقتصاديا وسياسيا وعسكريا من كل الاتجاهات بالنسبة لأمريكا. فأهم شيء يعاد هذا التوازن، لأن التوازن ده هيفيدنا إحنا في كل حاجة تانية. يعني أمريكا متدخلة في كل المفاوضات، حتى لما بقى مع الـ WTO مع الاتحاد الأوروبي في وجود لأمريكا فيه. نمرة اتنين، إن الناس تفهم فعلا المناخ اللي إحنا بنحاول نعمله في مصر، ويبتدي يبقى فيه زيادة في الاستثمارات المباشرة الأمريكية. ولمزيد من التفاصيل معنا الآن الدكتور صلاح حسن، أستاذ الاقتصاد والتسويق الدولي بجامعة جورج واشنطن. مرحبا بك دكتور صلاح. أهلا بك وشكرا على وأسفا على تأخير التواصل معكم، لأني أنا لسه خارج من الاجتماع. نعم هذا نعم، مرحبا بك دكتور صلاح، وهذا ما نريد أن نتحدث معك عنه الآن، أبرز ما جاء في هذا اللقاء الذي جمع رئيس السي سي بي الجالية. هو طبعا كان لقاء محبة، وكان الرئيس في منتهى الشفافية في توضيح وفتح جميع الملفات في النقاش. واهم شيء ركز عليه سياده الرئيس ان هو اهميه الجاليه المصريه في الولايات المتحده كجزء من النسيج المصري وكجسر هام مع مصر في جميع الملفات المتعلقه بالمعرفه والثقافه والتعليم والسياحه والانفستمنت بروموشن. فكان في تركيز هام على اهميه الجاليه ودور الجاليه في التفاعل مع جميع الفعاليات القائمه حاليا في مصر. سياده الرئيس ايضا ركز على الملف الاقتصادي، وكان في عدد من المقترحات التي تم طرحها وتجاوب معها فخامة الرئيس بكل شفافية ووضوح. وكان في طبعا إعلان، تم إعلان مهم جدا من أحد الشركات الأمريكية اسمها Allied Energy، وإن هم حيقدموا 300 مليون دولار لإنشاء أكبر مركز اتصالات في داتا سنتر، لارجست داتا سنتر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق أوروبا وجنوب غرب آسيا. أكبر داتا سنتر هيعمل في مصر، وتم الموافقة على هذا من جانب وزارة الاتصالات. وطبعا سيادة الرئيس إذن دكتور صلاح، يعني بدأت يعني هذه التوقعات لهذه الزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحقق من خلال هذا الخبر الأخير بأن 300 مليون دولار لإنشاء أكبر مركز اتصالات في منطقة الشرق الأوسط. نشكرك جزيل الشكر دكتور صلاح حسن، أستاذ الاقتصاد والتسويق الدولي بجامعة جورج واشنطن. إذن مشاهدينا الكرام، هذه هي لقطات حية الآن للرئيس رئيس عبد الفتاح السيسي في أو لقطات منذ قليل، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الجالية المصرية، وأيضا هناك العديد من اللقطات التي تتابعوها الآن معنا مشاهدينا الكرام. ونشكر أيضا الدكتور صلاح حسن على هذه الأخبار الأخيرة التي تحمل الكثير من الأمل والتفاؤل لهذه القمة المصرية الأمريكية. حديث المحور الاقتصادي ايضا ممتد، ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور شريف الخريب، استاذ اقتصاد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. دكتور شريف، ما هو حجم الاهتمام الامريكي بالاقتصاد المصري؟ الى اي مدى يبدو السوق المصري مهم للمستثمر الامريكي؟ الحقيقه مصر بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه زي ما قال او قالت المداخلات السابقه ليس فقط اقتصادية ولكنها من جميع النواحي، لكن في النهاية المحصلة هي محصلة اقتصادية، بمعنى
جميع الأمور السياسية والاستراتيجية وغيره بتصب في البوتقة الاقتصادية. مصر بعد أن قامت بتطوير بنيتها الأساسية خلال الثلاث سنوات الماضية بشكل كبير وخاصة في منطقة قناة السويس، أصبحت أهم مركز للصناعات اللوجستية في نقدر نقول في العالم كله، ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط. الولايات المتحدة الأمريكية عبر سنوات طويلة قبل أن نصل إلى السنوات العجاف اللي ابتدت من حوالي 2009 لغاية تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم، كانت شريك اقتصادي مهم جدا في ثلاث محاور. المحور الأول وهو المحور الاستثماري من خلال أن الشراكة المصرية الأمريكية في مجال الاستثمارات في مصر كانت كبيرة، ويمكن التقرير الاقتصادي اللي ذكرته الأخت اللي هي تكلمت عن حجم الاستثمارات الأمريكية أوضح ذلك. المحور الثاني من خلال هيئة المعونة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية قدمت منذ عام 1978 نقدر نقول مساعدة. طيب دكتور شريف لو سمحت، يعني حتى نستطيع فهم طبيعة المعطى الاقتصادي وباختصار لو سمحت، أيهما يحدد في الآخر؟ متانة العلاقات السياسية المصرية الأمريكية تؤثر في العطاءات الاقتصادية المتبادلة، ولا المحدد الاقتصادي هو الذي يؤثر في مستوى الانسجام السياسي؟ لا، الحقيقة طبعا العلاقات السياسية هي الأساس، لأن في الوقت الحالي في منطقة ملتهبة زي منطقة الشرق الأوسط فسيكون التواجد الاقتصادي هو التحفيز للدور المصري في الأمور السياسية، وبالذات في حل المشكلات زي اللي فيها زي سوريا وغيره. المعطى السياسي إذن هو الأهم في تحديد حجم النماء الاقتصادي أو زيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين. شكرا جزيلا لك دكتور شريف الخريبي، أعتذر من حضرتك على هذه المقاطعة على ضيق الوقت، شكرا جزيلا لك. بهذا إذن نصل مع حضراتكم إلى ختام نقاشنا في ملفاتنا الثلاثة لهذه الليلة. انتظرونا على رأس الساعة في خدمة إخبارية جديدة.